السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا عارفين المذيعة المصرية رضوى الشربيني. المذيعة المصرية رضوى الشربيني أحيلت للتحقيق. عملت ايه رضوى الشربيني عشان تتحول للتحقيق؟ هي بتقدم برنامج اسمه هي وبس. دعت في البرنامج ده الفتيات ان هم يلبسوا الحجاب، ووجهت رضوى رسالة لكل واحدة عايزة تخلع الحجاب ان هي ما تخلعوش، وحاولت تقنعها ان هي تعدل عن قرارها ده. وقالت ان كل واحدة ان المحجبة الوحيدة في شلة صحابها او في عيلتها او في شارعها او في شغلها، اوعي تقلعي الحجاب، انتي احسن مني ومن غير المحجبة 100,000 مرة. وتبعت رضوى الشربيني بالاشارة الى ان غير المحجبة شيطان نفسها اقوى من ايمانها وقوتها. وطلبت من المحجبات ان هم يلتزموا بالحجاب بتاعهم وان هم يتغلبوا على شياطينهم، وقالت انت احسن عند ربنا. وقررت لجنة الشكاوى بالمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام فتح تحقيق عاجل مع الشربيني في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في برنامجها بشأن غير المحجبات. وانتوا ايه رأيكم يا جماعة؟ هو احنا مش اتربينا ان الحجاب دوت فرض، وان المسلمين يتحجبوا، وان حتى يعني الحجاب له شروط ان هو لا يصف ولا يشف، وان هو ما يكونش فيه زينة في نفسه. طب هي رضوى الشربيني غلطت في ايه؟ بتقول لكل واحدة محجبة خلي بالك ما تقلعيش الحجاب. لو انت في وسط الشلة بتاعتك او صحباتك انت الوحيدة اللي لابسة الحجاب، انت اللي صح، انت اللي عامله الحاجه الصح. مش معنى ان الغلط منتشر يبقى هو ده الصح. واحنا طبعا قدوتنا الرسول عليه الصلاه والسلام وامهات المسلمين اللي هم زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام، والسيده فاطمه بنت الرسول عليه الصلاه والسلام، السيده عائشه زوجة الرسول عليه الصلاه والسلام. في ايه في القران بتدعو الى حجاب المراه المسلمه، واحنا مسلمين. انا بضم صوتي لصوت رضوى الشربيني وبقول لكل فتاة محجبة وكل واحدة محجبة خلي بالك من حجابك، التزم بحجابك، انت صح، ما تخليش حد يضحك عليك، ما تخليش الشيطان يضحك عليك. لو انت بتعملي تصرفات مش مناسبة للحجاب، ده مش معناه ان الحجاب هو الغلط، انت الغلط، قومي من نفسك، ارجعي للحق. مظهرك ده خليك قدوة لكل واحدة. خلي الحجاب دوت يعبر عن اللي جواكي واللي براكي. ربنا يثبتك ويثبتنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.